وصحبي اجمعين. هاي الجديد معايا اليوم فيديو خفيفي، فيديو صيفي اليوم. حسيت عملت البيت هذا يا سبلي، غطيته وخليته الحقيقة ما حطيتوش، نسيت عجبت البارح ما كملتش معناها. حسيت باش نحطو هوني توا في الحكة هذيا، في بالش نحطو لهني، بعد قلت اخلي كل حاجة وحدها. عندي هذيك متاع بشكوتو حطه في البلاصه، هذا هيك كان يلف، هذا حبيت او هاكا باش نحط صحي الحلو بشكوتو وصحي وكعب. واحدة تاع عصير واحدة كبسول. نكمل نشرب قهوتي، حين باش نقعد نطيب الفطور كيف العادة، باش نمسح الدار وهما باش يلعبوا في البيسين. اما الطقس مغيمة ما فماش شمس الحمد لله، واش خاص
افطر وانتي تكلم هيك وعصافة وكل بقى تسبب نهاري هيك مش متصبح هيك مش تتعلقها لكن السوسين بفتمو دي يحبوش السبدي هما حملته على خاطر في السبدي ما كنا تهيني دي تعجينا بينا دي تعجينا بينا يا بي انت عملتها ليه اني موقع تعجينا في تخويتها وبلوتها وبدينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم مرة أخرى، خاطر الفيديو هذا الحقيقة قديم عندي. اليوم كما قاعدين تشوفوا هكا صبحيتي معاكم، وكما تعرفوا عاد سخانة الدنيا بصراحة مع التصوير حاجة أخرى. هكا الفيديوهات البنات تقبلوهم كما تقبلوهم، روتيني العادي في الدار وصبحيتي معناها حصلوا كما شفتوا فطرنا الصباح، والمدة هذه كل نقوموا على بكري كما تعرفوا هكا الدنيا تضو على بكري والقومين يكون على بكري. حصلوا الواحد كان في القرى يقوم بكري، كان في العطلة يقوم بكري. قولوا لي شنو عاملين مع الصغار في الدار، كيفاش قاعدين يعديوا وقتهم، خاطريني ولادي الحقيقة 24 ساعة يتعاركوا، ما لقيت حتى حل والله، ما لقيت لهم حتى حل. كنش الواحد قداش باش نقعد نخرج وقداش مش عارفه اش نعمل معاهم، ما فماش لاني بحذايا هيك بلايص نجم نهز لهم صغاري نعشني كلوب ولا نعرفش نادي ولا حاجه، ما فماش على قد عمارهم. حاتيلو ربي يعدي العطلة على خير وبر. لاني جيت لك الصاله هزيت هذوما مليحة في البارحة فرشتهم، قلت هكا بلكش هكا تبردش شوية الصالة خاطر ما هي فيلور وكل تسخن كي تقعد عليها تسخن،
فرشتهم البارح، قلت خليه هيك تبرد شوي باش نهز ننظم الصالة، باش نهز الزربية هذه اللي نلم تحتها، خط البارح كلاو قلوب لهني وشوش وكل، لازمتني نلمها ولازمتني هيك نعمل مسحة خفيفة. كاو ذاك هو المسحان كل يوم لازم منه، باش نعمل زيت تصيقه لك البركون خاطر غبابر وحاطيلو منعرفش كي اللي حطها ولا لا البنات، الريح برغم معناها جوان وسخانه وكل وريح مش عادي، تو من قبل رمضان الدنيا ريح ما كفش العجاج اللي حطها ولا لا. حتى في العادي هيك في العاده معناها نعمل تنظيفه لك شبابك للبورتفيناتر وكلك بعد اي معناها مده هيك في دخلة الشتاء وكل ولا صيف نعمل تنظيفه لك شبابك وكل، لتو لقيت الوقت ما زيد معناها باش تنظف ولا تسيق ولا تعمل اي حاجه ترجع الغبره. نتصور زاد اللي يبداو يعيشوا هيك على بلاصه مسيبه راي اكثر معناها العجاج والريح فما. سبحان الله ما نعرفش اول مره هيك تصير، توا فوق 3 شهور والعجاج والريح كل يوم معناها، حتى يبدا نهار سخون يبدا فما عجاج، تبدا فما ريح. هكا هزيتك الزربيه حطيتها في البركون باش نحط الزراب الكل في البركون، وبعد ننفضهم غاديكا وكفر مره نسيقو كالعادة مسحة خفيفة للدار. ان شاء الله غدوة يهبط لكم فيديو كعملت تغيير في الصالة ان شاء الله. البارح اللي سألتوني البنات على البحر وين هكايا في مستير، لاحظت حتى قديش من مرة توا تصير هكا في سوسة عنا تبدا فما ريح ولا البحر هايج ولا حاجة، في مسير يبدا هادي البحر، فما بلاصة زادة أحلى من البلاصة هذيك اللي نقعدوا فيها واللي صورت لكم فيها توا زوز فيديوهات أحلى منها، جاية هكا حصيل وهي بعيدة شوية ما محلاها تحسها هكا محفوظة، بلاصة صغرونة بحدك ال اسمهم إله إلا الله الفاليز حصيل ما نعرف شنو اسمها البلاصه، زاد محلاها تو نصورها لكم مره، نصور لكم الثنيه نتاعها تعجبني على الاخر، تحسها هذاك عرفتو محفوظه هكا تخش عليك تابعه كل بلاصه هيك هيك هاو. تعجبني زاد البحر فيها ما شاء الله صافي وتقولش عليه بيسين كصافي وواطي، خاصه اني صغار ما يحبوش هكا البحر يكون معناه غارق تحط ساقك تغرق، يحبوا البحر على قد ما تمشي على قد ما هو هكا واطي معناها ماهوش غارق. نبداو ديما نلوجوا على بحورات هكوما، بربي اكتبوا لي في التعليقات اعطوني بلايص نجم نمشي لهم هكا متاع بحورات مزيانين، ما نحبش شكل بناتك البحر اللي نمشي نكري فيه ونقعد، ما نحبش نحب على راحتي معناها، لا كريان لحد يجبرك انك باش تاكل عنده ولا لا نحب بحر عادي ما نبش نمشي اني وصغاري على راحتنا، نحب مقابلة البحر. فما برشا هيك بلايص نشوفهم في الفيسبوك وننساهم، بحورات ننساهم. على ما انه البرودوي هكايا متاع المسحان نحسهم لا يخلي ريحة على شيء، وليت نصب فيه ديريكت على القاعة باش هكا يخليليش كريحة فاوحة. هذاك اللي نتاع لي لا ما الحقيقه لا علاقه، ما نعرفش اني يشكروا فيه وما فهمتش عليه يشكروا فيه، صحيح يخلي شويه لمعه هكا ما لا فما ريحه لا فما حتى شيء. تتشوفوا من بعد شريت مشيت نهارتها في الليل خذيت الشوك برودوي نتاع الشوك، واول مره ناخذ الريحه على القارص ما نحكي لكمش على الريحه الدار، والله تهبل تهبل حتى من الصغار معناه يلاحظوا يقولوا لي ما فما ريحه فاوحه، ريحته تهبل وقد ما نصب هيك في البانو ما يعمليش شكل ما يجيرليش السيراميك ديما يشعل. هذاك توا هو سنين نجرب فيه وما لقيت حتى برودوي معناه تونسي كيفه هو، اما هذا متاع ليلى مش عارفه كيفاه الناس تشكر فيه. كملت عملت مسحه للصاله ودخلت على البيوت باش نكمل نعمل لهم مسحه،
عندي ما نحكي لكم مش هتبش هقوم تراوز اذكر بيت بتبش لازمتهم تطوى. نخليهم اخر حاجة تبش. كمل صياغتك البركون وش نكمل نفرش الدنيا. اني ما نجمش راهو من غير الزرابي نحس الدار ناقصه حاجه. عادي ديني هيك في هزين شويه زرابي وكل ومستحيل انا نجم نخلي الدار. جربت قديش من مره هيك نحي الزرابي ونخليها بلاش ما نجمتهاش وما مقبلتهاش. هاكا نخلي تابيات خفيف وكهو زيت لهني البيتي زاد بيتي نظيفة مسحتها البارح هزيت الزرابي متاعها ومسحتها في بيتي هيك باش نقص الزربية هذيك الكبيرة وكهو المحل احنا نصليو عليها اما لازم نحاها نخلي كانك السنيد الصغار. اوزر الله سلمى تلبس روبة تلبس عليها كالسون كي السروال. كاو كل بيت نكملها نسكرها ورجعت لهني بيت الاولاد طويتك تبش قصيته الحقيقه في المونتاج قلت باش ما نطولش عليكم وهزيت كل واحد دبشه ورجعته لبلاصتو وباش نفرش الفروشه. استعملت مسحه خفيفه فمشكون في التعليقات ديما في تقريب في كل فيديو لازم باش تقول لي علاش ماكش نظيفه تمسح من غير ما تلم. راهو اني ما نلمش اول حاجه خاطرني عندي حساسيه من الغبره كيف نلم البلاصه راني نوحل مع خشمي والحساسيه تتحير عليا. ما اول حاجه معناها صحتي ابجلي هيك هي باش نمسح باش نصيق باش نلم هيك هي في الاخر الدنيا نظيفه وتتنظف بالطرق الكل. اول حاجه ما نعملش حاجه فوق معناها التحمل متاعي نمشي نلم الدنيا باش اني هكا خشمي يعمل فيا وحالتي تقرب. وثاني حاجه ما دام البلاصه نمسح فيها كل يوم تواني الدار كل يوم نمسحها كل يوم وهكا معايا تقريبا شنو اللي باش يخليني نلمها؟ ما عنديش علاش باش نلم اني كل يوم نمسح علاش باش نلم ونزيد نحير على روحي الحساسيه ونهيج على روحي الحساسيه. تو الدنيا بالغبره وحاله حليله باش نزيد اني نلم الكل باش يرجع ليا وعلى وجهي وعلى نفسي وعلى الواه في الاخر فشتي نعمل لما يا يعني نعملها بالاسبيراتور يا يعني نعمل باللم معناه وكي تبدا تستحق زيادة ريتو كي نعمل تنظيفه كبيره مثل باش نبعد صاله ولا حاجه لازمه باش نلم. اما الدار نظيفه تعرفوا داري معناه نظيفه ما فيها ما يتلم اني نمسح باش نبرد هكا نحس الدنيا نظيفه ونحس الدنيا ريحتها فوحه ونحس الدنيا هكا معناها تلمع وتبرد لي شويه فهمتوا. مش قاعده نمسح باش ننظف مانيش مكل انواع اللي نقعد شهر وشهرين باش نلم ولا نمسح الدار كل يوم نمسح كل يوم نحسها ما تستحقش فهمتوا. شويه غبره هوكا بالمسحان كهو حاسين. وجيت لهني في البيت سلمى عندي سريرها اللي تطاح لي اللوحه ذاك اللي داير بالماتلا بالسيف باش نلبسلها كل نلبس المتلة التغليفة متاعها بالسيف اني خاطر عاملة بروتيج وعاملة كل
حاسيله بالسيف، لازمتي نجيب نجار ولا حاجة يركح لي الفرش. هكا وكملت نظمت لها بيتها. بشاكر هذوما رجعتهم لبلايصهم، وكل مليح حفظت نحط فيهم لهني. وكهو تقريبا ضي فيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ما كاش شجعكم حتى شوية. بس كبيرة ليكم الناس الكل وعلى خير.